الزمالك استحق السوبر المحلي والافريقي عن جدارة، نعم ام لا؟ استحق السوبر السوبر المحلي والافريقي عن جدارة؟ نعم. اتمنى وصول الزمالك لنهائي دوري الابطال مع الاهلي. نعم، وانا قلت ان شاء الله النهائي هيبقى مصري خالص باذن الله، يعني ان شاء الله. تنازلت عن نصف عقد مقابل البقاء مع الاهلي؟ نعم. عبد الباسط، الاسئله سهله. عماره، ربنا يكرمك يا عبد الباسط. الاسئله سهله، انتوا الاثنين في اثق في منتخب مصر مع حسام البدري، نعم ام لا؟ نعم. طب ما هو يديها نعم كله. انتقلت من دمنهور للاسماعيلي ب 15,000 جنيه. لا لا، من نادي بدر الرياضي. من نادي بدر للاسماعيلي. نادي بدر الرياضي، الاسماعيلي على طول. بكام؟ ب 15,000 جنيه. ب 15,000. وشوية كور كده. شوية كور. اه. على بركة الله. كان اغلى من احمد فتحي يا عم. والله احمد فتحي محمد عبد الله. كانوا ب 20 كورة الاثنين. لا والله؟ والله العظيم. من بنها. احمد فتحي اتنقل من بنها للاسماعيلي. احمد فتحي وعبد الله، يا محمد عبد الله، احمد فتحي والاثنين مع بعض. ب 20 كوره. ب 20 كوره. انت ب 15,000. وانا ب 15,000 جنيه. وكم كوره؟ وبتاع 15 كوره كده. كانت يعني بص كانت رزقت. انتقلت للاهلي لان الاسماعيلي لم يكن على قدر طموحاتي. ممكن غير العنوان ده بس؟ يلا غير السؤال، عايز غير عشان بس الناس في الاسماعيليه بتزعل مننا من الكلام ده. الكلام ده مش قدر طموحاتي، على قدر طموحات الاداره. الادارات هي اللي بتقلل من طموحات النادي الاسماعيلي. ده انت بقيت عفريت جامد جدا، امال ايه؟ لا تعالى قدم بقى مكان. لا ما انت تيجي تقدم. لا ما تقولش نعم. هناك نقص في جوده المدافعين بالكره المصريه، نعم ام لا؟ لا، لعيبه كويسه اللي موجوده. ماشي، ابقى بعد ما تبص للسبوره ابقى تعالى لي يعني، عشان السؤال ده انت عايزه. انا عارف. ماشي ماشي، انا كنت ماشي. لا والله ابدا. ماشي. أنا ظلمت بالاستبعاد من امم افريقيا 2010. نعم 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 يا ابراهيم ابصم بالعشره. مين اللي استبعدك كان؟ 2010 بس؟ ده انا ببطولتين ورا بعض. 2008 و10 انا وليد سليمان. وليد سليمان. طب بس كان في لعيبه، فما بلاش المراره. اي نعم كان في، بس انت اللي كانوا موجودين كانوا بيسندوا. لا في لعيبه جامده قوي. ما هو لعيبه، احنا كنا ثلاث صفوف. يعني ثلاث صفوف وناس قاعده في البيت. يا ريتكم كنتوا موجودين. بس انا كان في، بس عندي يا ريتكم كنتوا موجودين دلوقتي. ده احنا بنتنشا والله العظيم، بنتنشا على كل اللعيبه في المراكز. كنا بقول لك ثلاث صفوف وفي ناس قاعده في البيت كمان مستنيه الدور، يعني انت متخيل؟ بس كان جيل الله اكبر عليه. اللي جوه الملعب جامد واللي قاعدين في البيت. خلي بالك انا كنت بلعب في معظم التصفيات بقى، اذا كانت افريقيا ولا كاس عالم. افريقيا ولا كاس عالم. صحيح. انما البطولات المجمعه لا، ما كانش عندك حظ. كان اسمه ايه ده قايل لهم كده؟ لا. مين؟ اسمه ايه بقى؟ لا والله لا، شيطان رجيم. والله لا تقول. والله ما انا سايبك، والله ما انت قايم من مكانك غير لما اعرف. لا الشيطان ينفع. لا تفهم في عيبك ايه؟ لا والله ايه بقى؟ مين اللي كان قايل لي؟ الشيطان الوسواس. كنت كان في حد مستبعدك يعني؟ حد بعينه؟ اسمه ايه؟ الشيخ. شيخ؟ شيخ. شيخ ايه؟ الشيخ اللي بيجي لهم بقى اللي هم بيبعدوه، عشان في ناس بعيدها كده عشان ما بتفايلش بيها. بس الحمد لله يا عم، ربنا كرمنا وخدنا البطوله خلاص. كلام جد؟ دي معلومه يعني؟ انت انت حلو. انت تحديدا ما انت تحديدا ما تنضمش للمنتخب؟ لا مش انا، بيبقى مجموعه معينه استقر على المجموعه دي وخلاص يعني. الكلام بيبقى عام يعني، استقر على المجموعه دي وربنا هيكرمك يعني، عشان احنا بنتفائل. جدع انت، الكلام ده جدع يا جدع. ما تقولش الكلام ده بجد ولا بتهزر؟ بجد والله يا عم. انت في ايه؟ ما انت عارف ابراهيم الكلام ده. لا انا مش عارف والله العظيم، اقسم بالله ما اعرف. اديني عرفتك يعني. القايمه كان مين اللي كان بيختارها يعني؟ لا يعني كان في كواليس كده بتتقال واخبار كده سريعا، ما ينفعش ما تضيفش حد جديد او ما تدخلش حد على المجموعه دي، خليك زي ما انت يعني. طيب دي رؤيه فنيه يعني؟ ماشيها رؤيه فنيه. ماشي خلاص رؤيه فنيه، عشان ما يجوش علينا بقى العفاريت. يا لهوي، الله ابراهيم، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. بس سكت له اول يومين دول. ندمت على عودتي للاسماعيلي من الاهلي، نعم ام لا؟ انت بتقول كلام دي نعم. ندمت على عودتك الى الاسماعيلي من الاهلي؟ نعم نعم. ماشي. عباسط بدا يخش في العميق.
لا ما انت دلوقتي موضوع الشيوخ ده تتحمل مسؤوليته. ماشي. انت حر. لا تحمل مسؤوليتك. ليه؟ ماشي. رحلت على الاهلي بسبب الاصابات وهبوط المستوى جريده. والله ما فيش ولا واحده من دول. لو مستواي ما كانش كويس ما كناش مضينا 3 سنين. لو عندي اصابات ما كنتش مضيت 3 سنين. لو جريده ما كانش عايزني ما كانش مضاني 3 سنين. يعني اديني اجابه. ما هو هنا مفيش اجابه. طب ما اديني اي حاجه من يعني. روح اسال بقى اللي كانوا مسؤولين ساعتها مش انا. ما انا ما عنديش اجابه. يبقى رحلت عن النادي الاهلي بسبب لا اعرفه. بسبب مجهول الهويه. بسبب مجهول ال في الوقت كان يعني كنت انت عامل فيه كل حاجه كويسه. يعني الحمد لله كنت كويس جدا في الفتره دي وانا واقف على رجلي. يمكن انا وجده كنا واقفين على رجلينا في الفتره دي يعني ما يعني استغربنا لده يعني. وبعدين انت مشيت في وقت ما لحقتش حتى تروح في حته. يعني الوقت صعب جدا يعني. اللي بعده. وفي مع العلم يا ابراهيم ان انت يعني انا اعتقد لو كان وجود الكابتن محمود خطيب والكابتن حسن حمدي كان الوضع اختلف تماما. كنت ممكن تلاقي شريف عبد الفضيل لسه موجود في النادي الحمد لله يعني. افضل فريق يصدر لاعبين للانديه الاخرى اهلي زمالك اسماعيلي. الاهلي انت لو بصيت للاهلي هتلاقي كم لاعبين ناشئين خارجين من الاهلي بعدد كبير جدا. والاسماعيلي بيصدر بشكل كويس جدا لعيبه على اعلى مستوى بس فتره قديمه شويه. يبقى اهلي واسماعيلي من وجهه نظري. اهلي واسماعيلي. اللي جاي اخر سؤال. غياب الاسماعيلي عن البطولات بسبب الاداره اللاعبين سبب اخر. الاداره. يا كابتن مصر انت شرفتني ونورتني واتمنى لك كل توفيق. بقيت انت ايه؟ خلبوس كبير. يعني انا لو انضرت كده يا اما هلاقيك بتقدم البرنامج مكاني. انا بتعلم منك يا لا لا بس لا لا ده انت ما شاء الله ده لا بقيت متحدث لابق يعني ودبلوماسي وبتاع وفي حاجات بتقولها وفي حاجات انت بتقولها بجد وفي حاجات انت فانت حر اللي انت بتقوله على مسؤوليتك. طيب عشان نبقى متفقين. خلي بالك عشان انت قلت على مسؤوليتك كتير. لا ما انا بقول لك على مسؤوليتك لما بلاقي حاجه فيها لبش ببعد. انا اللبش بتاع اتحمل مسؤوليتك. لو حاجه فيها عفاريت قصدك. لا لبش حاجه عفاريت اصلا اليومين دول. عفاريت دي انت حر انت مع نفسك. ماشي يا كابتن شريف شرفتني. ما تخافش يا ايمن انت. لا يا بيه انا اللي انا اقوله عمري ما اخاف منه. بس كده. اللي انا اقوله بستاذ. لا لا تاني لا انت مصر كلها عارفه القصه دي. اللي انا اقوله عمري ما اخاف منه. بس اللي يتقال على مسؤوليه ضيفي يتحمل مسؤوليته. تبعتني. شرفتني ونورتني يا كابتن شريف ودايما متالق وتتكرر تاني وتالت ان شاء الله. حبيبي انا مبسوط جدا بوجودي معاك وانت فعلا حاجه مشرفه. انا مبسوط ان كنت معاك النهارده. ربنا يخليك.